الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخوان، فيديو جديد وموعد الامتحانات نصف السنة والكورس الأول للصفوف المنتهية وغير المنتهية لعام 21-22. طبعا التربية والوزارة أطت موعد بالبداية اللي هو 15-2، والآن رجعت بهذا الموعد ولغت هذاك الموعد وقدمتها شوية لقدام، بحيث صارت موعد المرحلة الابتدائية هي 1 شباط ولغاية 7 شباط، يعني واحد تبدأ 1-2 وتنتهي يوم 7-2 ويا الإعدادية، هذه المرحلة الابتدائية يوم 1 لحد يوم 7. أما المرحلة الثانوية يعني المتوسطة والإعدادية فهي وقتها أطول، تبدأ من 25-1 ولغاية 7-2 مع الابتدائية، وتكون الجداول خاصة بالمدارس، يعني المدارس هي اللي توضع الجداول. أضافة إلى ذلك العطلة الربيعية ستبدأ بعد انتهاء امتحانات نصف السنة أي يوم الثلاثاء الموافق 8/2/2022، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 21/2/2022، حيث يبدأ دوام النصف الثاني يعني الكورس الثاني للعام من عام 22، أو العفو يبدأ يوم 22 من شهر شباط المقبل، يعني 22/2 يبدأ العام الكورس الثاني أو الفصل الثاني بالنسبة للصفوف المنتهية. على أن يكون امتحان نصف السنة للمؤجلين، يعني اللي مؤجل بالكورس الأول طبعا، هذا إذا كان بتقرير طبي، الأسبوع الأول من بدء الدوام، يعني مثل قبل أنه المؤجل طبعا، ها المؤجلين فقط للمنتهية، الغير منتهية ما يأجلون، هسه يبقى للدور الثاني، الدور الثاني اللي هو بالشهر التاسع. أما اللي هم الثالث والسادس والسادس ابتدائي لا، راح يكون بالاسبوع الاول من الكورس الثاني، يعني ورا من يوم 8/2 وفوق راح يكون للمؤجلين. هاي بالنسبه الى موعد الامتحانات، نتمنى لكم التوفيق في امان الله.